بصوتها العذب القوي تألقت الفنانة أصالة في ثالث ليالي الغناء بالفصحى، فقدمت مجموعة من الأغاني لأبرز نجوم الغناء في العالم العربي مثل هذه ليلتي لأم كلثوم، وأبدعت في أغنية أعطني النائي، وغيرهم كتير من الأغاني. ما ينفع تقام ليلة ترابية بدون ما يتواجد فيها الفنان صابر الرباعي يلي أطرب الجمهور بأغنية رسالة من تحت الماء للراحل عبد الحليم حافظ. إني أتنفس تحت الماء إني وبإحساس صادق تألق النجم التونسي بغناء المعطف وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير. فتغمسوا من حولنا الحب أصبح معلنا. الحفل شارك فيه كمان الفنان السعودي برهان، فكان الجمهور على موعد معه مع مجموعة من أروع الأغاني. كان بعدها للفنان الكبير طلال مداح مثل أغنية ماذا أقول. بالإضافة إلى أغنية وطني الحبيب. وطني الحبيب وهل أحب سواه، وطني الذي قد عشت تحت سمائه. والله ليلة جميلة، وبالعكس يعني ليلة فيها من الرقي الشيء الكثير، وأنا سعدت وتشرفت أني أنا كنت مشارك في هذه الليلة. إن شاء الله بنجهز أعمال كثير شغالين عليها، ولكن حتضاف إن شاء الله أعمال بالفصحى. وإلا أشعل النيران.